وبنتكلم معاها طبعا عن الدوري الانجليزي، ويمكن الجزء الاكبر من كلامنا بطبيعه الحال لان الموضوع ده كان فارض نفسه، بنتكلم اكتر كمان عن ماتش امبارح واللي من ضمن اللقطات اللي ناس كتير شافتها في لقاء الامس ووقفت عندها نظره الانكسار والحزن اللي كانت مرسومه على وش كريستيانو رونالدو وهو قاعد بيتابع المباراه من الخارج. عدم مشاركه كريستيانو رونالدو كانت في لقاء زي اللي شفناه امبارح ده كان من حسن حظه، من زاويه معينه لرؤيه الامور كويس انه ما كانش بيشارك، ولا من سوء حظ فريقه؟ انا شايفه ان هو من حسن حظه. ليه؟ تعالي نفصل. من حسن حظ رونالدو فعلا ان هو ما شاركش في مباراه زي دي. تاريخ رونالدو ما كانتش خطوه موفقه خالص لكريستيانو رونالدو ان هو يرجع مانشستر يونايتد، دي حقيقه خالص. واتاكدت في ماتش امبارح ده. دي حقيقه اتاكدت، واتاكدت كمان اكتر لما مانشستر يونايتد السيزون اللي فات ما قدرش يحجز له مكان في دوري ابطال اوروبا، ورونالدو كان بيسعى جاهدا هو ووكيله انه يخرج من مانشستر يونايتد ويروح فريق يقدر يشارك معاه في دوري ابطال اوروبا عشان هو مش عايز يشارك في الدوري الاوروبي. ما نجحش برضه في ده، غريبه جدا. يعني غريبة هل جد. عشان كبر السن او غيره؟ طب ما عندنا ابراهيموفيتش 42 سنه ولسه مكمل متالق على فكره. كبر السن والراتب يا نهاوند. الراتب طب ما هو دلوقتي موجود مع مانشستر يونايتد وقاعد على دكه البدلاء اللي هي الحاجه غير مالوفه لكريستيانو رونالدو. دي حاجه غير يعني ما ينفعش اصلا تحصل مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، مش بتاريخ رونالدو خالص ان هو يقعد على يعني دكه البدلاء. يعني ممكن يفرق استكمالا لسؤال كريم، هل هو نقدر نقول لا ده كده حفاظا على مثلا تاريخه؟ ليه؟ طب ما كان ممكن يكون وجوده بالعكس يفرق بشكل كبير. طيب وجوده كان هيفرق بشكل كبير، كان هيبدا مثلا على حساب مين؟ هو بالنسبه لإيريك تين هاج هو ليه لعيبه معينه هما دول الاساس بتاعه، بيبني عليهم كريستيانو مش منهم، بيبني عليهم التشكيل. لا كريستيانو يا مش زمن. يا زمن دي حقيقه. كريستيانو مش يا كريم. هو إيريك تين هاج حتى امبارح لحفظ ماء وجه رونالدو طلع بعد فعلا المباراه لما اتسال انت ليه ما بداتش بكريستيانو رونالدو او دفعت بيه حتى خلال المباراه، قال حفاظا على تاريخه. التصريح اصلا كان مثير جدا. اقرار بالهوان مش مجرد بالهزيمه، كون ان هو بيحاجي عليه عشان تاريخه وكانه عايز يقول لك كويس انه ما شاركش في المهزله اللي حصلت، ما ده اقرار بالهوان. ما هو معترف طبعا. هزيمه ست جوان، ست اهداف، الماتش كان 6-1. يعني الماتش لحد الدقيقه حاجه و80 كان 6-1. بعد كده هدف، بعد كده ضربه جزاء بقى 6-3 في الدقيقه 90. يعني خلاص قبل نهايه المباراه كانت منتهيه اصلا من الشوط الاول 4-0، فالمباراه خلاص كانت منتهيه تماما. يعني لعيبه مانشستر سيتي كانت بتعمل اللي هي عايزاه، هو كان وقت ما بيحبوا يجيبوا هدف كانوا بيجيبوا هدف، دي حقيقه. وقت ما كانوا بيحبوا يلا جول بالظبط، وقت ما كانوا بيحبوا يضغطوا وهم كانوا ضاغطين طول المباراه، بس وقت كانوا ما يحبوا ياخدوا قرار انه هنجيب هدف خلاص احنا بنضغط هنجيب هدف. ده غير الهجمات اللي ضاعت، يعني الست الاهداف دول محققه، كان في مثلا هدفين ثلاثه كمان كانوا محققين ولم يسجلوا. فمباراه لا مباراه كانت تاريخيه، وفعلا دي لا كان من حسن حظ كريستيانو رونالدو ان هو مش ما شاركش في المباراه. واتوقع بنسبه كبيره ان في الشتاء رونالدو هيخرج من يونايتد بنسبه كبيره. لو فضل متوجها الى لا متوجها الى دي بقى صعبه قوي، لان متوجها الى دي ما كان ممكن تبقى في الصيف، كان ممكن حسمتها في الوقت بالظبط، فكان ما كانش فيه يعني. وفعلا واتقال ان 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 وكيله تواصل مع العديد من الانديه، كانت من ضمنهم كمان حتى اتلتيكو مدريد. انت متخيل ان جت لحظه على رونالدو ان المدربين لا بيرفضوا انه ما ينفعش رونالدو يبقى عندي في الفريق؟ ده خلينا نرجع نقول يا زبد اللي كنا لسه بنقولها من شويه. غرفه الملابس لو هي مش محكمه، لو المدرب مش حاكمها 100% مش هتستحمل لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، لان رونالدو قائد. فلو القائد اصلا بتاع اللي موجود في الفريق مش هيتحمل وجود قائد بحجم رونالدو، اللعيبه مش هتتحمل قائد بحجم رونالدو، يبقى كده الفريق كله ضاع. هو يمكن ده اللي حاصل شويه في باريس سان جيرمان، كم النجوم الموجودين برضو كانت بدايه برضو غير موفقه مع كل الاسماء اللي هي انضمت لباريس سان جيرمان، ما شفناش الاداء بتاعهم على الارض مترجم في اللعب يعني او في الاداء على كل حال.